شوف هاكك يلا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. بس كسم بارك محنين نرى محنين. ايوا سنه سعيده تدخل عليكم بالصحه والسلامه باش مهنيتو ان شاء الله وطول العمر والرزق واللي يتمنى شي حاجه الله يحققها ليه. هذا مكان اليوم فيديو جديد متنوع واخا غبرت عليكم غبرت عليكم واقيلا توحشتوني ولا لا. ايوا واش غادي نقول لكم غالظروف دابا الشلوح كيديروا ديك طاقولا وكيديروا شي نوعيات اخرين كاين اللي كيدير كسكسو بالكوكاش يقولوا وكيديروا في ديك العطيم ديال التمر التمر اللي لقى زعما ما عرفتش اللي لقى زعما شنو غيكون عنده العام زوين ولا شنو زعما يلا شوفي دابا واش شاده مزيان قال لك اللي لقى كيكون زعما واش عنده العام زوين ولا غيتحقق ليه احلامه ولا ما عرفتش شنو المهم كيقولوا انا ما عرفتش هو احنا العروبيه العرب كنديروا رفيسه كنديروا رفيسه وكنديروا حتى ديك سميتها تطبخوا الشيشه الشيشه هربل البلبوله ولا هربل كنطبخوا حتى حنا وكنديروا بزيت العود ولا الزبده ايوا كنشدو كناكلو كنعرقوها فيها وكنديروا ليها كنخلو واحد القايمه كنديروها في سميتها ديك المغرفه ديال العود هكا والوسط تاعها كنديروا فيه الزيت وكنحطوه كانوا كيديروها جدودنا وداك الشيء ما درك فين بقى داك الشيء وكنحطوها بحال هكا في الشرجم ولا في المهم في السطح قال لك الا لقيتيها عامره زعما بالهيشار ولا صغوب ولا شي حاجه المهم صغوب ماشي صغوب بالزبل المهم كتلقاها عامره بشي حاجه عامره المهم كتلقاوها عامره المهم داك الزيت تخبى بداك الهيشار ولا شنو اللي غيطيح فيه قال لك كيقولوا راه غيكون العام زين ايوا انا غادا نديرها وغادي نجربها معاكم نعمرها بالزبل قال لك كيكون العام زبل عزكم والله لا 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 يكون عزيز ان شاء الله باذن الله ونوري لكم مشينا مشينا في مشينا في صايبنا المينيكير والبيديكير صايبنا المينيكير والبيديكير طاح لك انت كلشي لا لا وريهم داكشي اللي بقى قرب المشاهدين انا هذا اللي دي انت هذا طاح حيدت هذا بالليل ياسمين بطيت جي خبطيها شوفي هكا نشوف بطيت ديك هنا ياسمين هكا شنو طاح شنو بقى هذا طاح شوفوا زعما والله الا داكشي زوين صرعوه ولكن الرجلين بلاتي نصور ليه الرجلين في حال هكا الرجلين صرعوهم زعما شوفوا تبارك الله هادو راه مركبين هاد الضفار راه مركبين هانتو واش كتفرشي فيا هانت وريني بلاتي عاد بلات وريهم ديو لي انا شوف شوف كانوا راه طاحوا زعما زوينين صرعاتهم زعما يلا يعطيها الصحه هذا الضفر اصلا ديال ماما هذا غير ديالي هذا انا مربيه ما مركبش قالت لي ياسمين انت مربيه الضفر طاحوا ليا شكون شكون صافي مقدم مشينا ياسمين واشكون شكون جيتي دابا هو قلت لكم تقاسم البس صافي قلت لكم المهم بقاو معنا راه غادي نديرو حنا العاده ديالنا ان شاء الله وغنوريكم داكشي دوك المسائل اللي كيديروا جدودنا اللي كانوا كيديروا جدودنا وجدود جدودنا الله يرحمهم وليهم برحمه الله واللي ميت ليه شي حد الله يرحمه في هذا النهار تاع اليوم ويوسع عليه داقه القبور واللي مريض ليه شي حد الله يشافيه واللي عنده شي مشكل الله يفكوا ليه هذا ما كان الله يدير تاول تاع الخير يا ربي وبقاو معنا والله يجيب السلامه بقاو معنا ما تشوفين مشاهدينا حنا رجعنا ليكم قعدنا تاع العشيه انتم مشيت جبت التيشه دابا بغيت نصفها نقيها وجبت هذا هربل وكنت غنديرو اليوم الساعه قلت خليتها المره اخرى شتوه داك القمح المفسخ كاين اللي يقول لي هربل كاين اللي يقول لي القمح المفسخ وهذا حنا ردينا دابا امي هكا تغلى بالملحه وغادي نرد هاد التيشه الطبخ والرفيسه راه مازال ما طابت يلا غنديرها طيبنا المسمن من قبيله طيبناه بكري وصافي المهم ما بقيناش تغدينا بها المهم دابا غادي نديرو ما بقيناش تغدينا بها تنتعشاو بها وهذه غير غنديروها غير عاده غادي يذوقوا منها شويه ولا اخرى غادي نخلوها راه تقدر تبقى الفطور وهذا
ولا قدو ياكلوا حتى هي غياكلوا. وبغينا نديروا بها هذيك العاده في المغرفه وداك الشيء. وجبت الملح الحيه حيت هبط السويق هذاك الشيء علاش. يلا دخلنا نبدا نطيب دابا. شفتوا الملح الحيه زوينه نبدا نطيب بها وهي كيقولوا لك مزيانه راك طيبوا بها الناس. راه ماشي خايبه راه ملحه زوينه هذه راه صحيه ماشي بحال ديك الملحه اخرى حاره. وصافي كتلق بزاف د الحوايج من بعد نقول لكم شنو اش كيديروا بها مازال اخر. يلا بقاو معانا. غلات لميها غادي نرمي دابا التيشه الطبخ وغنصب رفيسه. رفيسه ما غاديش نشاركها معكم راه حيت ديما ديما غطلع لكم في الراس ديما كنشاركها معكم وكلشي كيعرف يطيب الرفيسه. مبغاتش تبان ها هي كطيب. غندير دابا ديك العلفه غنديرها تدير قدام شي واحد دابا فواحد الجن فاش غنديرها ورا انا غنشوفك ولا واخا تشوفي انا ندور طبصي انا صافي واخا تشوفي انا ندور طبصي صافي. شوفي هذيك اللي كنحل ولا نسيتها عندنا انا الفاني انا علاش كتحيدي لهم كاملين نحيد العلفه باش يجيكم ساهل في الماكله لا ما تبقى تجبدوا تنقوا حيت هو راه معسل غيبقى غير هو اللي كمل يدين. ايوا كملي المقدمات اللي كتقدمي كيف ما قلت لكم المشاهدين ديال خديجه فلوغ ماما. زيدي هنا عندنا الفاني ديال المزوق ديال الموسم ديال الموسم. هنا عندنا التمر هنا عندنا عسيله هنا عندنا عسيله نديروها ديكور ما غاديش ياكلوها كنت بغيت ندير زيت العود ما لقيتوش. هنا هنا عندنا عصيده عصيده ولا سيله. يلا نشوفو ديك درتها شويه حيت دايره اليوم الرفيسه ماغاديش ياكلو هادشي كامل. مي معايا هادي هاد البلاصه غنخبيها شفتوها ها بيناتنا تا تا ما تبقيش عاقله على البلاصه ديالها. ما عقلش عليها تا انا والله الا غندور الطبصيل بالله انا ندور الطبيصيل ما ها انتوما وهاديك المغيرفه اللي قلت لكم ناتي نفرط لها شويه باش اش كيفاش بديري الطريقه ها انتما المغرفه المغرفه ديال العود شفتوها هي راه كتبان ديال مولين بكري ندير هكا ياكو ندير بحال هكا نحفر لها واحد الشويه بحال هكا. شوفوا راه كاينين الناس اكثر اللي كيديروا هذه العاده هكا وانا شويه العسل حيت علاش ما لقيتش زيت العود ما لقيتوش كانش عندنا غالي ما بقاش كيجيبوا لنا زيت العود. ها نعم قال ايقول لك ما بغاوش صافي انتم شفتوا درت هاد العسيله هنا وصافي وغنحطها غنحطها في الشرجم حدايا في البيت ومقابله مع النجوم حتى الصباح نشوف شنو غتجمع ونقول لكم هي وصافي وغنقد بابا عارف هاد القضيه آه. بابا عرفتي انت هاد القضيه ديال المغرب كيديروها في الشرجم كيديروها في النجوم ياك كاتبات في السطح كيديروا فيها العصيده ياك هادي هادي شوفي حطيه هذيك البارطيه ديالو هنا باش تبقى تذوب ويهبط العسل البارطيه ولكن هذيك راه سميتها لا ما ديريش لها بزاف واخا ندير غير هكا حيت غنقادوها نزوقوها والحاج كي غديري تكتبي وغتوصلها في الوسط كتبي هكا ما عرفتش ليه انت شوفي وريني هكا بلاتي بقاي شاده ديريها انت صبري بلاتي غتمشي هكا هو الاول سيري سيري هكا لا هكا بحال نصف وهك هو فين دايرين هي هكا قلت لك غادي لها كيما جات وصافي الناس معاها قبلوا عليا هي قبلوا عليا وصافي المشاهدين عاوتاني هادي بنقلوب هكا وحده ايه راه وحده كتجي هكا وحده كتجي محدوره هكا ياك شتيها هكا سيري مع خطها كنيشان لا راه بنديرها غير صغيره ما تشديش بها الطبسيل كامل لا حيت غندير الزلافه. المهم انا ما عرفتش نكتب هذيك الطريقه وقيل هكا صافي غير هكا غير هكا واش شوفي هادي وشوفي هادي بحال هكا شتو صافي قليل لا
دوختي هكا هكا هي ميل خصها تكون لا ماشي هكا هكا شوفي وهذه هكا الفوق ايه وحده هكا الفوق وحده عاطيه وجهها الفوق هكا وهذه الخضر حيدي الخضر كثير وهذا ماشي مشكل ها تشوف هذا الزواق ماشي مشكل صافي هي والله الا هي واو زيدي وحده هنا زيدي وحده هنا لا لا صافي بارك هكا زيدي وحده لي ماشي تما هنا 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 صافي يلا بلاتي هذه ما غاديش دير لينا هذه وحده كنت بغيت نديرها كبيره كنت درتها كبيره وايكي شوفي واش غدير لي وحده اخرى هنا شوفيني كيفاش غندير انا غير ما نعرف سيري مع خط لا بلاتي باش ما تلفيش سيري مع خط نيشان انا هو الاول سيدي يا بناتي الله يهديك وزكاي انا راه خلصوا شوفوا هانتوما اش درت صافي هي هذيك ياكو المهم قبل ما نجيو صافي زيدي زيدي وحده هنا زيدي وحده اخرى صافي ما كايناش هذيك اللي غنزيد عندي ذا هذه ما لقيتش مازال الفاني ما قدنيش ثلاثة دراهم ما قدتني ديتي الساروت اشرب ولا لا؟ ودي لي الماكلة ديال وزكيها لي عندك تشتت لي كون درتي ما بين تمرة وتمرة فانيدة صافي ما بقى فانيدة لا عقيدة هادو صافي ايه بصافي التمر غدا عاد خسرو نتوما غتاكلوه بلا ما نكثرت انا في الزواق بركة كان مشاهدي يا ربي نكون غير كنحلم شي دريساج عند ماما فاش كان هذيك درت فيها ثلاثه وهذيك درت فيها جوج شي مشكل ما باينش مال هذا الشيء ظلام يلا صافي ولات شتي شتي كي ولا صافي حبسي وقيلا يلا مشاهدين احنا صايبنا هاد التاكل ها الرفيسه قطعناها وخليناها ها الحليوه ديال اسمي تالي إيمازي غنول بارك الله يجعل البركه الناس داو دوك الحليوات كبار حنا قلت لهم بارك علينا غنذوقوا صافي المهم احنا غادي ناكلوا دابا غتاكل زكريا شكون اللي غيشدنا ما عندناش ديك اللين كرايط ولا يقولوا لا نحيد هذا الشيء نحيدوا الفانيده نحيدوا الفانيده خلي هادشي تاكل ها انت ها هاتي 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 وهادشي دابا الفانيده دابا حيد هادشي معايا تاكل لا خدي معايا بسم الله بسم الله دارو بيها بيبي يا ربي يفرجها علينا ويطول العمر واللي بغى شي حاجه نتمنى شي حاجه باركي مشاهدين مرحبا نين مباركي كل عام الفني يجي كل يكون اللي كنا لنا اول عظم لقيته ليه دارو بيها بيبي يا ما جاش فيا العظم تقلبيش ما تقلبيش انا المهم قدامي غناكلو المهم يا سيدي ربي يا ربي شي قدامي يو باقي مشى عند زكريا وحق الله وعليك انت قلبك كل ديرك انا ما غاديش ناكلها كامله بغيت ناكلها ناكل رفيسه وناكل ها باش ما انا مشى يا رفيسه صراحه صباح كله هذه خليتها الصباح نفطروا بها كاع الا بقات لي شوفي الاخرى ضرب فيها النص حقكم المشاهدين عطينا تمام صحوا الراحه ها كان هنا لا انا كنعمل وانت هبت وان دير العين ايوا زيد تروي 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 تقول لا تروي ايوا زيد نقول لها واحد انا ما غاتذوق تروي انا ما تروينا حيدت فينا ولا دم والله الا كاين هنا ويلي حيدتي يا ياسمين والله ما حيدتو بالله ما مرقينا لا ما مشات تا ويلك ولا صرتو شي واحد فينا لا ما لاش نخرج من التاج كان غزقه زكريا زقا بنا ما زقا ماما شهاده بسم الله الرحمن الرحيم اردت واحد ماما عارفين غنبقاو مزلوطين راح ما غيولي لاباس عليك ها هو ها هو لقيتو يوك ها هو لقيتو هو عقب ها هو ها هو المشاهدين يا ربي يا ربي تعطيني صحيحتي والرزق وطول العمر يا ربي تخلي احلامي وتغلبني انا من عاداني يا طول لي العمر
وتعطيك العقل 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 ما نبيله بسم الله حتى اقول لها والله الا لقيته والله ما سانتي اللي درتي درتي وانا كره قلبت التوصيف الزوقنا وكلشي والله القسم الا قلبته قلنا هادي تاع الاخر لا تنقسم حتى جاب الموس واش غادي لك اصلا هادو قلنا حتى الاخر زعما غير غير جوج هاكو عاونا في البيت جوج لا لا اختنا على النص راه جوج جوج وصلاح واخوك بعد وقوسه وانا راه غياكل ايمازغن يلا خذي انت انا بقى البلاد لا تقسمي انت صالح هذيك ناكل عشا شويه لما بغيت نشرب في اوره العشاء هانتوما مشاهدين غادي ندير هاد العلفه اللي لقيت هذه زدتها من راسي وغادي ندير دابا حطها في الشرج يلا معايا يلا معايا هي شتو انا نحط انا الى ماكله وها مشاش بالحق مشاش ما كياكلوش هذا الشيء صافي انا نخليها هنايا طال الصباح ونقول لكم شنو جمعت هاد شوفوا شنو جمعت وهاد العاده راه الناس اللي الناس اللي كيديروها والبلاد ديالهم وداك الشيء راه غادي مني الى شافوا هاد الفيديو راه غادي يعرفوا هاد العاده كانت بكري وراه ما بقاتش انا بغيت نشاركها معكم مره كاع ما بقات نقارضت يلا مشاهدين هال معقول خالونا من داك التخربيق الحلوه وكذا هذا هو اللي غيشبع الكرش جيبي ليا ديك الشبكه باش كنسفي بصح تحت صوري عيطوني دابا ماكا زكريا ياك كبلينا البلوز المهم يا المشاهدين جيب شويه فواحد الزلافه جيب يلا ياسمين دايره الفلاش ما كاينش تلقى الفيديو الفلاش لا صافي حيبان اه حيدي حيدي يلا شناهي داي زعوا شرب الدوامة كيحصبوني يا الله الله يخليك امين 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 ايوا مالك يلا مشاهدين ها العشيوة ديالنا زكريا ها يلا مشاهدين ها العشيوة ديالنا كنت حليلة زرقاء ما فيها لا خرقة ولا والو يلا ضرب فيه الجوع قلت لكم المشاهدين ها جادين معالقهم وتيتسناو زربانين زكريا انا ها انتم زكريا شيدي انا مسخنا بلاتو بلاتو كوكو بلاتو مشاهدين السلام عليكم صلي سعيدة وبغي بالقاعدة صلي سعيدة يا المشاهدين وبغي بالقاعدة وحلوة لذيذة ومسكة جديدة وغنيو معنا يا المغاربة وعنينا يا فرطة اشنو هذا اشنو هذا يا ناير ناير اشكا سامباركي انا مسخنا يلا مشاهدين نقول لكم بالصحة والراحة عشاكم وسنة سعيدة وهذا السلام عليكم وكنتمنى وكنتمنى هذه السنه الجديده تدخل عليكم بخير وعلى خير وباش ما تمنيتو ان شاء الله واللي مريض اللي شافيه راه قلتها لكم في الاول تاع الفيديو اللي مريض اللي شافيه واللي بغى شي حاجه الله يحققها ليه واش قالت سيري وهذا ويلا بقات فيك بنيتي سمير راني في حالك ما بغيتش تسقاي انا في الجوع ماما والله انا كاد القايمه من عند راجلي هاك ربنا ما يسمح لنا الله يرحم الوالدين يلا بالصحه والراحه عشاكم مشاهدين السلام عليكم ويخلوني بلاش بسلامة.